مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نعرض لكم طفرة من طفرات طيور البادي، وهي طفرة الجولدن فيس أو ذهبي الوجه، وهي تعتبر طفرة جميلة ومميزة. وأيضا هذه الطفرة تدخل في تركيبات الرينبو. كما تلاحظون هذا الذكر يعتبر من طفرة الجولدن فيس. بعض الأشخاص يعتقد أن هذه الطفرة هي اليلو فيس. طبعا اليلو فيس يختلف عن الجولدن فيس في اللون. الجولدن فيس يكون لون غامق. كما نلاحظ أيضا هذا الذكر، وكما تلاحظون هذا الذكر هو يلو فيس. اليلو فيس يكون لون أصفر باهت، ولكن الجولدن فيس أصفر غامق ذهبي. نحاول أن نلاحظ الفرق بين الجولدن فيس واليلو فيس، وسوف نعرض لكم الفرق بين اللونين. نلاحظ أن هذا الذكر في مرحلة غيار الريش، ويكون اللون غير واضح جيدا. الآن نعرض لكم الفرق بين الجولدن فيس واليلو فيس. كما تلاحظون الفرق واضح جدا. اليلو فيس يكون أصفر باهت، والجولدن فيس يكون أصفر غامق. طبعا هذه الطفرة، طفرة الذكرين، هي أوبلاين جولدن فيس وأوبلاين يلو فيس. كما تلاحظون هذا أوبلاين جولدن أوبلاين يلو فيس، وهذا جولدن فيس. الآن نلاحظ الفرق بين اللونين. وكما ذكرنا لكم أن هذه الطفرات الجولدن فيس واليلو فيس تدخل في تركيبات الرينبو، ولكن الجولدن فيس أفضل الطفرات التي تدخل في تركيبات الرينبو، أفضل من اليلو فيس. الآن نضع هذا الذكر الجولدن فيس مع هذه الأنثى أوبلاين الرمادي وايت فيس، أبيض الوجه، ونحاول أن ننتج منهم الرينبو أو طفرات ننتج من خلالها الرينبو.